ده كويس انه حتى يمكن استضافه الكابتن شوبير لطارق التايب وحكيوا للي حصل خلى المهندس عدلي يصحح هذا اللبس اللي غاب سنوات ده من 2001. لكن بس شوف بقى تقديره إنه... تقديره هو بعد كده في بقيه الحديث ويتحدث عن نادي الاهلي وعن شعبيه الاهلي وقيمه الاهلي وفرص الاهلي. لسه بامل وبحلم ان اعمل ماتش اعتزالي بين الاهلي والهلال السعودي مثلا. يعني هي ما سابتش عنده غصه ولكنها كانت رد فعل. صحيح. ده اللي جه على باله، لا انا مصاب. طيب هي دي قيمه الاهلي وهو ده حجم الاهلي وهي دي شعبيه الاهلي اللي احنا بنقول يا جماعه كل واحد يمارس حبه لناديه وانتمائه لناديه وعلاقته بناديه بكل الاريحيه وبكل الاساليب اللي فعلا تناسبه، لكن مع احترام الاخرين، باحترام الاخرين بجد. سيبكوا بقى من تفكير بطاقه التموين اللي انا بقول لكم عليها، لانه وصلت لمستوى ان يطلع حد يقول لك اشمعنى مجلس اداره الزمالك اتحل ومجلس اداره الاهلي ما اتحلش. طب ومجلس اداره الاهلي اتحل ليه؟